بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله يا اخوان مع اول مثال على اللمبد كاباسيتنس ميثود. يتحدث المثال هذا عن ثيرموكابل، وعندما نقول ثيرموكابل فالثيرموكابل عباره عن تو ديفرنت وايرز، اوكي، سلكين من معدنين مختلفين، وعادة يتم وصلهم إما في تلحيمة صغيرة تصير زي السفير، وأحيانا يندمجون على شكل سلندر، أوكي، وهذا هو الوضع اللي عندنا. يقول لك consider a 0.1 سنتيمتر diameter copper thermocouple. طبعا إذا الدي حيساوي هنا 0.1 سنتيمتر، يعني 0.001 متر، يعني الـ R 0.0005 متر، أوكي. يقول لك كان في البداية عند 150 درجة مئوية، T initial تساوي 150 مئوي، وفجأة إيش يقول لك؟ نعم، يقول لك determine the temperature response as a function of time. عندما يتم تعريض هذا السلك suddenly إلى two different environments، مرة موية عند نفس درجة الحرارة T infinity 40 مئوي زي حقة الهواء، لكن الهيت ترانسفير كوفيشنت في الووتر بيكون 80، بينما الهيت ترانسفير كوفيشنت في بيكون 10. يعني باختصار لما يقول لك يبغى التمبريتشر ريسبونس يا اخوان، يعني يبغى تي اوف تي از ا فانكشن اوف تي، يبغاك ايش تجيبها له وتقارن ما بين الثنتين وتقول لنا ايهما افضل في الثيرموكابلز هذه. انت اشتريت الثيرموكابل ذا الدايمتر الراديوس حقه 0.005 من الكوبر، بمشي معكم شويه وحتشوفون اكثر تفهمون كلامي اكثر. الان لما يقول لك كبر، خلينا نجيب بس البروبرتيز يا حبيبي. الثيرمال كوندكتيفيتي عبارة عن 391 واط لكل متر كالفن، الدنسيتي بتساوي 8930 كيلو جرام لكل متر تكعيب، والسبيسيفيك هيت عبارة عن 383 جو لكل كيلوغرام كالفن. وعشان أجيب التمبريتشر ريسبونس كما تعودنا نحاول نشيك على هل بإمكاننا نستخدم اللمبد كاباسيتنس ميثود أم لا. وعشان إذا ما قدرت معناته أنك لازم تستخدم الإكزاكت ميثود. وعشان أستخدم اللمبد كاباسيتنس ميثود كان عندنا كرايتيريا معين، ألا وهو ان البيوت نمبر لازم يكون اقل من ايش؟ من 0.1. طيب نحسب البيوت نمبر الان. بسم الله، نحسب البيوت نمبر which is gonna be، بسم الله، البيوت نمبر بيساوي H على الكاركترستيك لينكث اوفر الثيرمال كوندكتيفيتي. طيب الكاركترستيك لينكث بالنسبة للسلندر انتو عارفين حيساوي الفوليوم على السيرفس اريا، ويطلع لي ار نوت على 2. وتم تنبيهكم في الحصة الماضية الى انه حقيقة المفروض ان الكاركترستيك لينكث بالنسبة للسلندرات لازم يكون ار نوت، لان ار نوت هي المسافة التي تربط اقصى التغير من السنتر الى السيرفس، اوكي. فهذا ممكن يكون سكند ديفينيشن بالنسبه لللمبد كاباسيتنس ميثود، لكن سنمشي على الطريقه الاولى. طيب بسم الله، نقول البايوت نمبر في حاله الووتر حيساوي 80 في ار نوت على 2 اللي هو 005، لا حتى كمان 5 على 2 مقسومة على الثيرمال كوندكتيفيتي اللي هي 391، وهذا حيساوي 80 في، بسم الله الرحمن الرحيم،
إكسبوننتو تشينج ساين، بعدين تقسمها على اثنين، بعدين تقسمها على اثنين، أوكي تضرب 391 يطلع لك يا حبيبي، اللهم صحتك يطلع لك 100 5 2 80 391، أوكي يطلع جدا جدا صغير، يعني كم 5.12 × 10⁻³ 1 2 3 4 5 6 ما نص 6. والبايت نمبر بالنسبة للاير حيكون كمان أصغر، تقسم على 80 وتضرب في 10 فيطلع لك ب.64 × 10⁻⁶. إذن ما دام أنه أصغر بكثير من both are less than 0.1 فباستطاعتي أن أستخدم اللمبت كابسيتنس ميثود اللي تقول لي إذا رحنا للجدول تقول لي هي ثيتا of t حت over ثيتا i is which is equal to exponential of minus h a surface على rho v c مضروبا في الزمن. ثيتا اوف تي عبارة عن تي اوف تي minus تي انفينيتي على تي انيشال minus تي انفينيتي. امشي ننظف مع بعض يا شباب ونشتغل. اوكي تي انيشال 150 وهذه 40 وهذه 40، ال 40 حتروح هنا على اليمين، و 150 ناقص 40 ب 110 حتروح هنا، بعدين 110 اقدر اقول تي اوف تي حتساوي 110 اكسبوننشال اوف سمثينج زائد 40 اكسبوننشال اوف سمثينج اللي هو ماينس اتش. انا ودي احسب المجموعه ذي اللي هو رو اي سيرفيس على الفوليوم اي سيرفيس على رو في سي، لو سويتها تطلع لك كالتالي، عفوا تطلع لك يا حبيبي 5. خليني اوريك الحركه حقتي الان. جيب السيرفس اريا هنا وحطها في المقام، اذا حطيتها في المقام يصبح الفوليوم على السيرفس اريا بار نوت على 2، هذا بيخفف عليك ايش عمليه الحسابات، فيصير ار نوت على 2 اللي هو اول شيء القطر 0.1 اكسبوننت 2 دايمتر قصدي 0.001 نقسمه على 2 اصبح راديوس، اقسمه على 2 كمان اللي هو ار نوت على 2، اضربه في الرو اللي قبل شويه جبته 8930 8930 واضربه في 383 ويصبح الناتج يا حبيبي كالتالي 855.5. تمام. طيب هي خليني اقول بالنسبه للووتر عذرة جانا اتصال قطع الخط قطع التسجيل، نرجع نقول الان بالنسبه للووتر نقول 110 اكسبوننشال، اقسم لي اتش اللي هي بالنسبه للووتر ب 80 يطلع لك ماينس 0.0935 تي زائد 40، وبالنسبة للاير تي اوف تي حتساوي 110 اكسبوننشال اوف هذا اكس الان كان على اقسمه على 80 واضرب في 10 يطلع لك ماينس 0.0117 تي زائد 40. اوكي طيب إذا لا هذه هي الثنتين المعادلتين اللي يبغاها، لو جيت ترسمها بهذه الطريقة شوف كيف راح تكون رسمتها. أوكي هذه 40 درجة مئوية، هذه 40، فأباك تركز معي الآن، هذا هي التغير الزمني لدرجة الحرارة بالنسبة للإير بالنسبة للثيرموكابل عن طريق إذا تم وضعه في الإير، وهذا إذا تم وضعه في الهواء في الووتر.
أباك تطالع لي الآن. لاحظ إحنا الثيرموكابل إحنا لما نشيله من جهة إلى أخرى أبغاه يقيس لي التمبرشر بسرعة، ما أنتظر واجد. فشوف يا أخي، لو جيت أنت وقفت مثلا 40 لا خلي لا قول 60 ثانية بعد دقيقة، يعني نقلت الثيرموكابل وحطيته في الووتر، فأنت تقدر بكل ثقة تقول الحمد لله هو أساسا وصل إلى ستيدي ستيت تقريبا الـ 40، خلاص أصبح يقيس نفس درجة حرارة الووتر بعد دقيقة. لكن لو جيت أخذت نفس الثيرموكابل وحطيته في اير ودرجة حتى الاير هي 40، لاحظ انه ما بيوصل الا بعد فترة طويلة، يمكن ما ادري كم دقيقة بامكانك انت تحسبها. ف ينبغي ان ننتبه الى انه الثيرمال كونستانت الان للاير عالي جدا، تاو اوف فور ذا كيس اوف اير از هاير ذان تاو فور الووتر. اوكي طيب ايش اسوي؟ ما علي الا اني احاول انقص الثيرمال كونستانت هنا. طيب كل شيء ثابت، انا ما اقدر اغير الماتيريال. الثيرمال كونستانت اللي هو 1 اوفر تاو حيساوي رو في سي على رو في تاو حيساوي رو في سي على اتش اي. اوكي فالشيء الوحيد اللي اقدر العب فيه هنا هو الدايمنشنز، اني اخذ لي ثيرموكابل اصغر. لما اخذ ثيرموكابل اصغر يعني الريديس حقه صغير، نزل اكثر يوصل الثيرمال كونستانت هنا يتناقص. فلو صغرت شو اسمه الحجم في حاله الاير اتوقع مثلا يصير الريسبونس حقه كذا، ممكن لو صغرت الحجم اكثر يصير الريسبونس حقه يعني يصل إلى final state faster. فهذا هدفي من إعطائكم المقدمة هذه من باب أو هذا المثال من باب أنكم إيش يصير عندكم مزيد من العمق الفيزيائي لمسائل الترانزيس كوندكشن، وهي مسائل جدا جميلة ومهمة وفيها تطبيقات. يمكنني شرحت مستعجل المثال ذا وماني مرتب، فسامحونا. ارجع سوي بوز مرة ثانية على الفيديو من البداية وحاول تحل، وحتى حاول انك ترسم وحاول انك تحصل على النتائج هذه وتتأمل اكثر عشان تفهم ايش معنى التايم كونستنت من خلال مراجعة ليش الفيديوهات او الحلقات السابقة اللي شرحت فيها التايم كونستنت. وان شاء الله الحلقة القادمة بحل لك كمان مسألة اكثر عمق. السلام عليكم ورحمة الله.